أولا بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي محسن أطلحة، انتمي للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. كما كتعرفوا إن شاء الله هو المشاركة اللي غادي تكون في هذا الماراثون هذا، واللي هم مشاركين فيه أبرز العدائين الإثيوبيين وكينيين اللي هم عندهم أوقات خيالية، ونتمنى إن شاء الله هذا الماراثون هذا تكون الانطلاقة ديالو في المستوى، يكونوا الأوقات خيالية اللي يخليو هذا الماراثون هذا يتشهر على الصعيد العالمي ويشاركوا فيه الأبطال العالمية اللي هم عندهم أوقات خيالية. وبالنسبة لي أنا إن شاء الله غادي نحاول نفرح الشعب المغربي اللي كينتظر واحد النتيجة اللي هي مشرفة، اللي غادي تشرف كاع الشعب المغربي وغادي تشرف سيدنا. ونتمنى إن شاء الله نتمنى إن شاء الله نكون مع ثلاثة الأولين في البوديوم وفي منصات التتويج إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم حسن طوريس، عداء النخبة الوطنية. إن شاء الله نتمنى ان شاء الله يكون شي رقم مزيان في المشاركه ديالي في الماراثون الثالث ان شاء الله، اللي تنطمح نحطم فيه الوقت ديالي ونحقق الحد الادنى ان شاء الله المشاركه مع النخبه الوطنيه في بطوله العالم بودابست ان شاء الله. اولا اسم ديالي هشام طالبي، عداء مسافات طويله ونصف طويله، عندي ساعه 7 في ريس ماراثون، ولكن ماشي البيرفورمانس ديالك. وهذا العام ان شاء الله انا مستعد مع الفريق الوطني مدينة تفران، والحمد لله كنطمح نلعب شي توقيت اللي يكون مزيان، ساعة 3 ساعة 2 ان شاء الله، وكاين الخير ان شاء الله، كاين الخير.